نهني الشعب العراقي والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي المقدس بحلول ذكرى عيد الأضحى المبارك. عاهد الله سبحانه وتعالى على الشعب العراقي وعلى الأمة الإسلامية وعلى مجاهدينا الأعزاء المرابطين في سواتر الشرف. نهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام واتباع آل البيت الكرام وجميع العراقيين بذكرى عيد الأضحى المبارك وحجاج بيت الله الحرام، وإن شاء الله الأمن والأمان لجميع بلدان الأمة الإسلامية والحفظ والسلامة للعراقي وشعبه ومرجعيته الرشيدة والرحمة والخلود وشهدائنا الأبطال والشفاء لجرحانا والثبات إن شاء الله للمجاهدين. نهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام، لسيما سيدي صاحب الفضل والفتوى الإمام السيد السيستاني وبقية الله الأعظم الإمام المهدي بذكرى بحلول عيد الأضحى المبارك، ونهنئ مجاهدين الأبطال من هذا المكان ساحات العز والشرف. نعاهد الله والمرجعية أن نبقى جنود أوفياء مضحين مدافعين عن هذا البلد وعن المقدسات. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى صاحب العصر والزمان والمرجعية الرشيدة وعلى رأسها الإمام السيد السيستاني حفظه الله وأن يطيله في عمره. نبارك لي الأمة الإسلامية جميعا ولإمامنا صاحب الأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعلمائنا الأعلام سيما لمرجعيتنا المباركة المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني دام ظله الوارف، وكذلك نبارك لكم ولسائر المؤمنين بهذه المناسبة المباركة بعيد الأضحى المبارك. نسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعليكم جميعا إن شاء الله ونحن منتصرون بالإسلام. نهني العالم الإسلامي ومراجعنا العظام على رأسهم السيد علي الحسين السيستاني، ونهني مجاهدين الأبطال بحلول عيد الأضحى المبارك.